ما توصلنا إليه مع إخواننا في جبهة التغيير. لدينا الآن رؤية متكاملة سواء في المرحلة في مرحلة الانتخابات أو في مرحلة الوحدة الاندماجية التنظيمية في إطار حركة مجتمع سلم اللي هي الحركة الأم. وهو الوحدة. هذا المسعى الذي باسم الشعراء وطننا وأخوتنا بإخواننا ليس بروح حزب. كل حزب في أي ديمقراطية تحرص على أن تصنع قوة سياسية بها تغير باش تنصر أفكارها وقناعاتها. مجتمعنا في حاجة إلى هذا، دولتنا في حاجة إلى هذا. الضعف لما يكون بالشكل الضعف سيضر بالدولة وسيضر بالمجتمع. تقول لي موضة مليحة، يعني هل موضة الانقسامات مقبولة وموضة الوحدة مش مقبولة؟ فنعمة هذه الموضة ونعمة هذه السنة، واللي نتمنى أن الطبقة السياسية كلها في الجزائر تنضج بهذا النضج وتتجه نحو بناء أقطاب سياسية قوية ببرامج بديلة. ولا تفرقوا. هي تجربة، شوف أخي، هي من طبيعة البشر الإنسان يختلف، ولكن أيضا من العقل والمصلحة العامة دفعتنا أن نتحد، لأننا إحنا أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح، كنا في حزب واحد اختلفنا، الآن رجعنا إلى بعض لنخدم الجزائر إن شاء الله.